بسم الله الرحمن الرحيم. إشارة إلى توجيهات معالي وزير الموارد المائية وسيد مدير عام هيئة العامة لتشغيل مشاريع الري، تقوم مديرية الموارد المائية في البصرة في عدة أعمال، منها صيانة محطتي بزل وري السويب، وكذلك عمل قناطر عدد 5 في قضاء شط العرب. كذلك تقوم مديريتنا بأعمال تأهيل ناظمي الخندق والعشار ونهري الخندق والعشار، وهذه الأعمال تقوم بها مديريتنا بإسناد من مديرية الصيانة، العمل متواصل ليلا ونهارا. كما تقوم مديريتنا برفع التجاوزات على محرمات الأنهر وكذلك البحيرات المتجاوزة، وكذلك تقوم مديريتنا بمتابعة الحصص المائية القادمة إلى محافظة البصرة، وكذلك الحصص المائية القادمة من نهر الكارون، علما أن محافظة البصرة في ظل تدفق كميات جيدة من الإطلاقات المائية تشهد تحسن في نوعية المياه، وكذلك دفع اللسان الملحي باتجاه الخليج العربي. رئيس مهندسين أقدم جمعة الشيخ ضيدان المالكي، مدير الموارد المائية في البصرة.